بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيب ونبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، معاذ الجديد، صلوا جميعا الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيب ونبي محمد. معكم كما العادة حوحو 1981 فول. الدرس اليوم راح نتعلم فيه طريقة تعريب الويندوز 7 أولتيميت. كما هو معروف أحبتي في الله أن الويندوز 7 Ultimate ما يحتاج لبرامج على أساسه نقوم بتعريبه أو تغييره إلى أي لغة حبينا، عكس الويندوز 7 هم بريميوم وبروفيشنال، هذان الأخيران يحتاجان إلى برنامج عبره نغير لغتهما. بالمناسبة أنا وضعت من قبل يعني شرح لهذه المسألة لطريقة تعريب يعني الويندوز 7 هوم بريميوم وبروفيشنال عبر برنامج صغير، ممكن أحبتي الكرام ترجعون على قناتي ستجدون هذا الشرح. بس درس اليوم راح نتعلم طريقة تعريب يعني الويندوز 7 أولتيميت الذي لا يحتاج لأي برنامج عبره نقوم يمكن نعربه أو نغير إلى لغة معينة، بس نحتاج لخطوات بسيطة أنا راح أشرحها أحبتي الكرام. طبعا درس اليوم يعني عبارة عن مثلا يعني أنا حابب يعني أنا في دائما في تواصل مع أي سؤال يجيني على قناتي، وفي أخ كريم طلب مني أن أشرح له تعريب الويندوز 7 من غير برامج، الأخ ام ار مهند لول. على هذا الأساس أحبتي الكرام، وعلى أساس نغير لغة يعني الويندوز 7 ألتيميت إلى اللغة العربية أو أي لغة حبينا، نروح مباشرة على ستارت هنا ونضغط على All Programs هكذا، ونروح مباشرة وين بيقول ويندوز أبدات، هنا نضغط عليه هكذا وراح يخرج لنا هذه الصفحة أحبتي في الله. نروح مباشرة على أساس نختار اللغة اللي احنا حابين يكون عليها الويندوز 7 Ultimate، نروح مباشرة على وين بيقول هنا الاختيار الثاني وين بيقول 36 اوبشن اوبشنال اوف ذات اور فايلت، نضغط عليه هكذا وردات تلاحظون يخرج لي قائمة لمجموعة من اللغات اللي هي متوفرة هنا. مثلا يعني بالنسبة لي أنا غير موجودة اللغة العربية لأني قمت بتحميلها من قبل يعني أحبتي الكرام، وراح نطبق فقط المثال على لغة معينة. مثلا أنتم إذا حبيتون يعني تعربون الويندوز عندكم تختارون اللغة العربية، مثلا راح تجدونها أكيد على هذه الصفحة، أنا غير موجودة لأني سبق لي أن قمت بتحميلها. مثلا أنا راح نعطي المثال على اللغة الفرنسية، مثلا أختار اللغة الفرنسية مكان اللغة العربية هكذا، أضع العلامة هنا على اللغة French language وأضغط على OK، ومن بعد ذلك أضغط على Install Update هنا، وإذا تلاحظون يعني يبدأ في تحميل اللغة. بطبيعة الحال راح يأخذ وقت طويل، على أي وقت ما أقول طويل حسب يعني سرعة الانترنت في جهازك. طبيعة الحال ضروري يعني أنه يكون عندك الانترنت في جهازك على أساس أنك تقوم بتغيير اللغة على الويندوز 7 أولتيميت أحبتي الكرام. لاحظوا هنا إذا تشاهدون هنا وصل إلى 5%، 6%، الحين ما يوصل يعني 100%. على إن نصبر أحبتي الكرام الحين ما يوصل 100%، أنا راح أقطع شوية الفيديو على أساس يعني ما يأخذ وقت طويل هكذا لحين ما يكتمل هنا 100%. لاحظوا معي أحبتي الكرام الحين وصل 99%، نصبر عليه شوي ما قطعت شوية الفيديو على أساس ما يعني يأخذ لنا يعني وقت طويل للفيديو، بالتالي ما راح يسمح لنا يعني موقع اليوتيوب نقوم بتسجيل هذا الفيديو. الحين اكتمل الحين 100%، نصبر عليه شوي الحين ما يكتمل التحميل يعني تحميل اللغة. يعني لاحظ معي يقول لك يعني نسبة لحين ما يوصل هنا لغاية 4 يعني 1-4، وخلاص يعني الحين يعطيني خلاص التحميل النهائي للغة. لاحظ معي الحين ما يكتمل يعني كل هذا هاتي الخانة يعني تكون ما
مملوءة عن آخرها. بطبيعة الحال يأخذ وقت طويل شوية أحبتي الكرام، ما حسب يعني سرعة الإنترنت عندك، يعني هذه مهمة جدا. هنا إذا تشاهدون اللغة التي نقوم بتحميلها الحين يعني اللغة الفرنسية، أنتم يعني ما عليكم إلا أن تختارون من يعني اللغة العربية، لأني أنا سبق لي أن يعني قمت بتحميلها، بالتالي يعني غير مسموح لي أن أقوم بتحميلها مرة أخرى. فقط أعطينا نموذج على اللغة الفرنسية. نصبر أحبتي الكرام مرة أخرى لحين ما يكتمل التحميل النهائي. لاحظوا أحبتي الكرام يعني اقترب يعني التحميل إلى المرحلة النهائية، بقي فقط جزء صغير نصبر عليه دائما. طبعا يأخذ شوية وقت طويل، بس محتاجين شوية صبر أكيد أحبتي في الله حين ما يكتمل التحميل. هذا بطبيعة الحال كما ذكرت في الأول يعتمد على سرعة الإنترنت عندك في جهازك. إذا كانت سريعة بطبيعة الحال ما راح يأخذ وقت طويل، إذا كانت شوية بطيئة أكيد يعني هذه الأشياء معروفة جدا. نشاهدون يعني اكتمل الحين التحميل يعني أحبتي الكرام، ويتخلي على التحميل يعني النهائي هكذا، يعني حتى يعني إذا تشاهدون فيه هنا اثنان حتى يصل أربعة وخلاص. يعني أحبتي الكرام نكون بذلك قد قمنا بتحميل وتثبيت اللغة اللي احنا اختاريناها. نصبر شوي التحميل النهائي أحبتي الكرام، يعني مسائل يعني محتاجة شوية صبر على أساس يعني أحبتي في الله. وأيضا طبيعة الحال السرعة يعني الإنترنت تلعب دور كبير جدا في هذا المجال. نصبر أحبتي الكرام لحين ما يكتمل أيضا يعني ملء هذا الفراغ، إن صح التعبير ملء هذا المستطيل. وخلاص من بعد ما يمتلئ هذا المستطيل أحبتي الكرام، خلاص نقول بذلك قد ثبتنا اللغة وحملنا قمنا بتحميل وتثبيت اللغة اللي احنا حابين يكون عليها الويندوز 7 Ultimate. وبذلك يعني أوريكم الطريقة اللي تغيرونها بها اللغة، مثلا يعني إذا حبيتون يعني تغيرونها للغة التي قمنا بتحميلها التي هي الحين يعني نقوم بتحميلها، أو يعني تغييرها إلى لغات أخرى. يعني مسألة بسيطة جدا، فقط محتاجين يعني مثلا يعني أن احنا نقوم بتحميل أي لغة، أي لغة يعني كل ما يعني قمنا بتحميل لغة يعني نقوم بإضافتها إلى يعني نقوم بتخزينها إن صح التعبير على الويندوز. مسائل طبيعية وسهلة جدا علي بالنسبة لأحبتي الكرام. قم بقطع مرة أخرى الفيديو حتى ما يستهلك أكثر. يعني الحين وصل ثلاثة، يعني بقي فقط يعني هذا الجزء. لاحظوا معي الحين أحبتي الكرام اكتمل التحميل وخلاص، يعني أضفنا لغة أخرى على الويندوز. نقوم بالضغط على انستال. نو يعني هنا يطلب لي إذا حبيت أقوم بانستال لإنترنت إكسبلوري نوفي. خلاص يعني هذا ما يهمني أكثر، لأنه في مشكل أعتقد يعني علي نخليه حتى يكتمل تحميل حتى إنترنت إكسبلوري واتشو يعني نوفي 8. من بعد ما يكتمل أحبتي الكرام يعني التحميل هنا، نقوم بالضغط على سر أو إغلاق هذه الصفحة. والشيء اللي راح نقوم فيه الحين، يعني احنا قمنا الحين بتثبيت يعني اللغة اللي احنا حابين يكون عليها الجهاز، على أساس نطبقها أحبتي الكرام نروح مرة أخرى على ستارت هنا، ونروح على كمبيوتر هنا، أو عفوا على كنترول بانيل هنا، نضغط عليه هكذا
وأحبتي الكرام، يعني نروح على وين بيقول ريجيون ريجيون اند لانجويج. يعني انا عندي شويه الويندوز مختلف، يعني ضفت عليه تيما الين والينو، لهذا يعطيني بهذا الشكل الويندوز، يعني يعطيكم يعني علين. الشيء اللي راح تقومون فيه هو تروحون على الريجيون اند لانجويج، عاده تكون هنا في الاعلى هنا، تضغطون عليه الريجيون اند لانجويج هكذا، وراح يعطيكم صفحه بهذا الشكل. تروحون على كيبورد اند لانجويج هنا، تضغطون عليه، ولاحظوا معي على هاتي المستطيل، تضغطون هنا على هاتي الأيقونة، ولاحظوا معي الحين أضف لي اللغة الفرنسية التي قمت بتحميلها من قبل. يعني إذا كنتم قد حملتم من قبل يعني اللغة العربية أنتم، يعني راح يعطيكم هنا اللغات التي هي متوفرة واللي احنا حابين يعني مثلا يعني نغير عليها الويندوز 7. لاحظوا معي الحين اضاف لي من قبل عندي فقط قمت بتحميل اللغة الاسبانية والعربية والانجليزية، والحين اضاف لي اللغة الفرنسية. اختارها او اختار اللغة العربية التي قمت بتحميلها، مثلا اللغة العربية هكذا، وخلاص اضغط اوكي. لاحظوا معي يطلب لي اعادة تشغيل الجهاز، اضغط على اعادة تشغيل الجهاز log off now، يعني هكذا اضغط عليه وراح ينطفي الجهاز وراح يقوم باعادة تشغيل مرة اخرى من بعد ما يتشغل، عفوا من بعد ما يقوم بتشغيل الجهاز خلاص راح تتغير اللغة الى اللغة العربية او اللغة التي قمتم بتحميلها. فقط تبدأ هذه المراحل، وأنا ما راح أقوم بإعادة تشغيل الجهاز حتى أفقد يعني جميع الأشياء التي قمت بتصويرها. فقط أحبتي الكرام، هذه هي الطريقة البسيطة جدا يعني التي من خلالها راح تستطيعون تغيرون لغة جهازكم، تعريبه أو تغيري إلى أي لغة معينة. أتمنى أني كنت موفق في شرح درس وديه لهذا الأخ الكريم الذي استفسرني، وأيضا لكم يعني أحبتي في الله حتى تستفيدون. طريقة بسيطة جدا، ما فيها أي إشكال، فقط تتطلب عفوا بعض الوقت وبعض الصبر أيضا. وإذا عندكم يعني الانترنت يعني سريع اكيد ما راح ياخذ وقت طويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي امان الله احبتي في الله.